بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح نواصل في شرح بعض الأوبجكتيفز اللي داخلين في تحضير شهادة الأراسيسا، وموضوع اليوم إن شاء الله راح يكون على سيرفيس مانجمنت، ولا يمكن نقول أنها سيرفيس مانجمنت، بروسيس مانجمنت، فيها عدة تسميات. مهم خلينا نخليها باسم السيرفيس مانجمنت. ولما نتكلم عن السيرفيس مانجمنت لازم قبل التكلم عن السيرفيس بحد ذاته نتكلم على السيستم، ولازم انه ادمين سيستم من مؤهلات ادمين سيستم ومن بديهيات انه يكون عنده علم كيفية بداية أي سيرفيس في السيستم. ونبدأ بطريقة ستارت في السيستم. هو السيستم حاليا كل الأنظمة في ريد هات، بدءا من ريد هات 7 وريد هات 8، دخلوا شيء جديد ويسموه سيستم دي. اوكي، هو المسؤول عن كل السيرفيسز في السيستم، هو المسؤول عن كل السيرفيسز، هو اول اصلا، هو اول بروسيس يطلع ولا اول سيرفيس يطلع. هذا قلنا هذه الحكايه كانت بدل مع الرال 7 وزادت في الرال 8. اوكي، في الرال مثلا ريد هات 6 5 واللي قبلهم كانت شيء ثاني اسمه انيت، اللي كان جاي اسمه اصلا من سيس في، اللي جاي من يونيكس. اوكي، السؤال المطروح وش هو الفرق بين النظامين في المانجمنت؟ هل ممكن انه نستخدم انيت مثلا حتى في 7 والايت، ولا من الاحسن نستعمل السيستم دي؟ السيستم دي من الميزات نتاعو انه اسرع من انيت، معناتها اذا كان عندك فيام، ولا خلينا نقوله بصفه عامه هوست، مدة إقلاع تاعه هي مثلا 50 ثانية، نفس الشيء بالإنيت راح يكون 2 minutes، معناتها دقيقتين. ونشوفه أنه كل الأنظمة اللي معتمدة على السيستم دي هي أنظمة أسرع من الأنظمة المعتمدة على إنت. والسبب في هذا أن السيرفيسز في النظامين عنده طريقة في الإقلاع، اللي هي هنا يكون أون بارالل وهنا يكون سيكونسير، واحد بعد واحد. مستحيل إذا كان عندك 100 سيرفيسز وسيرفيس ياخذ دقيقة، معناتها راح تستنى 100 دقيقة حتى السيستم كله يكون أب. أوكي، لكن هنا في السيستم دي عندنا شيء اسمه البارل، معناته إذا كان عندك سيرفيسز اللي ما عندهمش علاقة ببعضهم، أوكي، يمكن أنه السيستم دي يقوم بتشغيلهم مباشرة مع بعض. لكن مثلا إذا خذينا مثال آخر HTTPD، هذا سيرفيس اللي هو الويب ولا سيرفر، ويب سيرفر، هذا أصلا مبني على النتورك. وفي هذه الحالة هذا السيرفيس لازم يستنى سيرفيس آخر اللي هو سيرفيس نتورك يطلع حتى يتسنى لهذا السيرفيس الشغل.
وفي هذه الحالة مستحيل يكون عندكم تشغيل النتورك والـ HTTPD مع بعض parallel. في هذه الحالة يكون عندنا الأول هو النتورك بعدين يجي الـ HTTP. هذا ما يخص الفرق بين بين النظامين. راح نشوفوا فرق ثاني، أنه كل ما تعلق بالسيرفيسز، أوكي، كل ما تعلق بالسيرفيسز هنا نستعمل الأمر سيستم CTL، أوكي، ولا سيستم كنترول. لكن هنا في شيئين اللي هو سيرفيس اللي تخليكم تتعاملوا مع السيرفيس، مثلا بدايته نهايته كل هذا الشيء، حالته حاليا، كل هذا الشيء نستعملوه بالسيرفيس. لكن اذا حبيت مثلا انه السيرفيس يكون التشغيل نتاعه اوتوماتيكي بصفه اليه عند تشغيل الجهاز، هنا CHK config C ثاني نستعمله. لكن في الفيرجن الجديد اللي هو باستعمال السيستم دي، هنا في النسخة الجديدة كل المانيبوليشن راح نعملوها بالسيستم دي. كل المانيبوليشن راح نعملها، معناتها واحد إذا شاف سيرفيس من قبل كان يتم التعامل معاه بسيرفيس CHK config، لازم يحط في باله أنه الإيكيفالنت في الجديد هو سيستم سيتي. هذا خلينا ناخذ لمحة عن كيفية تشغيل السيرفيسز في النسخ القديمة تاع ريد هات والنسخ الجديدة، هو نفسها بالنسبة لسنتو اس، بنفسها حتى بالتوزيعات الأخرى تقريبا عندهم نفس الشيء. راح نروح الآن للتطبيق. إذا شفنا مثلا سيستم ستيال من غير أي، هذا وش راح يعطيك؟ راح يعطيك نبذة عند كل السيرفيسز اللي طالعين، أوكي، اللي شغالين حاليا ويكونوا لودد. لودد معناتها طالعين في السيستم، اوكي. خلينا نشوفوا اشياء بديهيه نستعملوها بالسيستم دي. اول شيء هو السيستم CTL status، وهو شيء نستعملوه عشان نشوفوا مثلا حاله اي سيرفيس، اوكي، حاله اي سيرفيس. يمكن بنفس الطريقه نستعمل مثلا ستوب من اجل ايقاف تشغيل السيرفيس، ايقاف تشغيل السيرفيس، ولتشغيله من جديد عندكم ستارت كذلك. في شيء ثاني نستعمله اللي هو ريستارت، اوكي، وفي ريلو، اوكي. الفرق بينهم، الفرق بين ريستارت وريلود، انه اذا شفنا ريستارت سيرفيس، اوكي، اذا شفنا مثلا عملنا سيستم CTL restart SSH day اللي هو SSH diamond، وعندنا الشيء الثاني اللي هو system CTL مثلا reload SSH day. الفرق بينهم انه الاولى معناتها انك عملت ستوب على السيرفيس وبعدين عملت له ستار، معناتها هي نفسها انك دير سيستم CTL ستوب بعدين سيستم CTL ستار، وهما جمعوها في نفس
الأمر. لكن مشكل مثلا إذا كان عندك ناس شبكة على الأساس اش دي مثلا وعملت ستوب، كل هذا السيشن راح تروح، وهذا مشكل. في هذه الحالة إذا قمت بتغيير مثلا في الكونفيجريشن وانت حابب بس تعمل الابليكيشن تحت الكونفيجريشن، راح تعمل من الافضل ريلود. وريلود شو معناتها؟ معناتها ان السيرفيس تجبره، يتم اجباره على اعادة قراءة الكونفيج فايل. اوكي، الكونفيج فايل هذا الشيء اللي يفرق ريلود. معناتها الناس اللي كانت شابكة على الاس اس اتش دي مثلا تقعد شابكة عليه من غير مشاكل، ولكن تاخذ الكونفيجريشن الجديدة اللي تحطت على السيرفيس اللي تحطت على السيرفيس. خلونا نرجع على الابليكيشن. اوكي، شفنا ريلود وشفنا شيء ثاني اللي هو راح نشوفه مثلا سيستم ستيال اتش تي بي دي ستيتس. اوبس، الفرق هذه نفسها مستعمله. اوكي، هذا نفسه راهو inactive، معناتها ما هوش كاين هذا السيرفيس، ما هوش فعل، نقدر نعمل له ستارت. يمكن انك تعمل HTTPD status. اوكي، وتشوفوا وش عملتها، هي redirection to، معناتها هذه هي الكوماند اللي كانت من المفروض نستعملوها في الاجهزة او في الانظمة القديمة، لكن من اجل كاين بعض البرامج القديمة لحد الآن تستعمل هذا الكوماند. خلاو لها نفس الشيء، لكن في الحقيقة لما نقوم بتفعيل الأمر هو بنفسه راح يعمل الأمر بشيء ثاني، راح يغير في الأمر ويرجعه بالسيستم سيتي. معناتها واحد اللي متعام عنده أكثر استعمال السيرفيس يمكن يكمل مع السيرفيس، لكن من الافضل انه يروح على السيستم سيتيال، لانه في كل الاحوال السيستم راح يعمل الامر بالسيستم سيتيال مش بالسيرفيس. اوكي، راح نشوفوا شفنا مثلا انا سيستم سيتيال ستارت اتش تي بي دي، ولما نعمل له status من جديد، الأهم هنا هو disabled. disabled وش معناتها؟ معناتها أنه هذا السيرفيس في حالة إعادة تشغيل الجهاز راح يرجع للحالة inactive، معناتها ما يتمش تشغيل نتاعه أوتوماتيكيا. إذا حبت تشوف لازم نقدر نطلب السؤال مباشرة، is enabled HTTP دي، نطرح السؤال مباشرة أحسن من أنك تشوف تروح تدير status وتشوف is active إذا كان شغال ولا لا. هو شغال لكن مش enabled، عشان تعمل لها ترجعه enable شيء بسيط enable. إذا طرحنا السؤال من جديد enable، okay is enabled. إذا عملنا status على ال HTTPD راح تشوفوا أنه تغيرت ورجعت HTTP، رجعت HTTP مباشرة على. وهذه أشياء واحد لازم ياخذ باله منها لما يكون يتعامل مع السيستم. اوكي، لما يكون يتعامل مع السيستم. لكن نرجع الان لما نشوفوا سيستم ستيتس HTTPD كيفية قراءة هذا ديسبلاي اللي عندك.
loaded شو معناتها؟ معناتها أنه السيرفيس حاليا موجود في الميموري. أوكي، loaded معناته أنه السيرفيس حاليا موجود في الميموري، قادر يكون موجود في الميموري وما يكونش أكتيف. loaded معناتها موجود في الميموري. أكتيف معناتها السيرفيس is running. أوكي، السيرفيس راهو أكتيف running. والمين هذا هو البي دي نتاع، او الاي دي نتاع البروسيس المسؤول عن هذا السيرفيس. وعندكم ستاتوس حاليا running and listen on port 80. هذا على حسب السيرفيس، على حسب السيرفيس. تشوفوا انه هنا فيه اشياء بعد السيرفيس، واحد لازم اذا حب يشوفهم يشوف يضيف الماينس ال. اوكي، تضيف الماينس ال ويمكن تشوف الاشياء اللي كانت ناقصه في الفايل. اذا رجعنا للستيتوس، هنا عندكم في الاكتيف بعض الاحيان يكون عندكم اكتيف رينينج، بعض الاحيان يكون عندكم اكتيف ويتنج، بعد الأحيان يكون عندكم active exited. إذا أخذينا raining أي مفهومة البروسيس راهو في حالة تشغيل. أوكي، إذا شفنا الشيء الثاني اللي هو waiting، هنا شو معناتها؟ هو raining، هو شغال لكنه في انتظار شيء ما، قد يكون IO access للديسك ولا access لأي resources، يقدر يكون في الويتنج. و exited معناتها أنه active exited، أنه تم إيقافه بطريقة عادية، تم إيقافه بطريقة عادية، ولا يمكن القول in English successfully completed at one time configuration. هذه فيما يخص الاكتيف، هنا هذه حكاية الاكتيف. صحيح احمد is enabled مليحة، تساعد كثير في الناس اللي تعمل سكريبتين وتعمل تشيك على السيرفيس. اذا كان السيرفيس مشغل تعمل له ستارت مدى. اوكي، شيء ثاني قادر يكون عندك هنا inactive معناتها not running. اوكي، اذا عملنا stop httpd منو status، وهنا ارجع inactive. اوكي، ديد انا حبسته، ديد exited، وعندك stopping تشوفها في ال كاين شيء ثاني ممكن يكون عندك هنا ما يكونش enabled، يكون static. static شو معناتها؟ static معناتها انه هذا السيرفيس مش ممكن انه نقوم بتشغيله اوتوماتيكيا ولا آليا، معناتها لازم يكون التشغيل نتاعه مانيوال ولا من طرف سيرفيس اخر. ناخذ مثلا اذا عملنا سيستم سيتي list unit. اوكي، file، راح نشوف كل السيستم اللي هنايا services. اوكي، والstatus تاعها مثلا هذا عندنا، هذا status نتاعو static. static معناتها هذا مستحيل تقدر تعمل عليه enable، مستحيل تقدر تعمل عليه enabled. خلينا ناخذ اي اكزامبل. اوكي، هذا ناخذ هذا. اوكي، سيستم سي تي ال ستاتوس راح تشوف هنا عنده static، وهذا static مع أنه active. أوكي،
نشوفوا شيء ثاني هنا راح نحاولوا نعملوا له is enabled static not enabled not disabled. بس إذا حبيت أنا نعمل له enabled مستحيل تعمل له enabled لأنه هذا شيء تام. أوكي لما نعمل system ctl list units تعطيك أكثر اللي حاليا active وديسكريبشن عليه إذا كان لود ولا لا لا ويمكن تعمل تشوف مباشرة إذا كان أكتيف ولا لا لكن اليونيت فايل تعطيكم بس ستيت إذا كان ستاتيك إنابلد ولا ديزابلد ما عندكش شيء ثاني أوكي ما عندكش شيء ثاني بتشوفوا في هذا هذا فيما يخص السيستم السيستم ستيل فيه نوع ثاني اللي هو سيستم ستيل ماسك http.d هذه شو تعمل لك اذا عملت ستاتوس راح يقول لك انه لودد ماسكت شو معناتها مش اون ميموري ماسكد معناتها انه هذا السيرفيس مستحيل تقوم بتشغيله باي طريقه من الطرق لا مانيولي ولا اوتوماتيك اذا عملنا مثلا سيستم ctl start httpd هتشوف يقول لك انه هذا واحد يمكن يطرح السؤال علاش اصلا هذه الخاصيه لانه ما تنساوش انه في بعض السيرفيسز اللي تم تغييرهم بالكامل وفي هذه الحاله عندنا الليجاسي سيرفيسز ولا السيرفيس القديم والسيرفيس الجديد ومستحيل انهم الاثنين يكونوا شغالين مع بعض في هذه الحاله شو لازم لازم انك تحط واحد منهم على الماسك تحط واحد منهم على الماسك وبهذه الطريقة تضمن أنه مستحيل يكونوا مع بعض مستحيل يكون عندهم ستارت مع بعض علشان تعمل ترجع الحالة العادية اعمل له أن ماسك أوكي إذا عملت ستيتوس مثلا الآن يرجع عادي لودد لكن مشكل انه اناكتيف يمكن تعمل له بس انابلد اذا حب ترجعه ديزابلد سيستم ctl ديزابل httpd شو معناتها هذا الكوموند معناتها انه هذا السيرفيس مستحيل انه يكون يتم تشغيله آليا ولا أوتوماتيكيا مع بداية تشغيل الجهاز وفي هذه الحالة يكون التشغيل نتاعه يدوي ولا مانيوال يدوي ولا مانيوال هذا كل ما يخص السيرفيس خذوا بالكم السيرفيس إذا عملتوا سيستم ctl list units قدر نعمل بس تيب سيرفيس وراح نشوف wc minus l ونعملوها من غير سيرفيس ونشوفوا النتيجة معناتها انه السيستم ما فيش بس السيرفيس في اشياء اخرى انتم اللي يهمكم السيرفيس لكن في شيء ثاني اللي هو التارجت اوكي التارجت شو معناتها التارجت معناتها هو الحالة اللي يدخل فيها السيستم اوكي والتارجت هو مجموعه من السيرفيس اذا دخلت في التارجت اي مثلا معناتها انك طلبت من السيستم انه يقوم بتشغيل كل السيرفيسز اللي مضمونين في هذا التارجت نرجعوا للماسك مش مشكل الماسك هو خاصيه تحطها على سيرفيس اللي تم منعه باش
يقوم نقوموا بالتشغيل تاعو حتى لو بطريقة يدوية، معناها حتى لو درت سيستم CTL start httpd هنا عمل له start عادي، راح ندير له stop ونرجعو ماسك. ماسك شو قلنا؟ معناتها انه هذه راح تمنع هذه الكوموند اصلا، مستحيل الان نقوم بتشغيل httpd، مستحيل. الطريقة الوحيدة انك تقدر تشغله انك تعمل له ان ماسك وترجع تدير له ستارت، ولا تدير له انيبل وستارت مع بعض. اذا مفهوم عبد الحميد؟ هذه سمير فيها وعليها حكاية النتورك سكريبت، أعطيك من ده. هو يقول لكم أنه status network. أوكي. service. والnetwork manager هذا هو اللي يتحكم حاليا. في بعض الأحيان قد حتى الاثنين يكونوا مع بعض. قديما كانت مستحيلة، الآن حتى الآن مستحيلة. خليك تشوفها بالماسك أنه مستحيل تخلي سيرفيس أنه يقوم بتشغيل تاعو حتى لو يدويا. استعماله الآن على حسب الحالات، استعماله على حسب الحالات. راح نشوفوا التارجت سيستم CTL list units units مثلا ونديرو تيب target، وراح تشوفوا هنا التارجت اللي عندكم. التارجت اللي تعرفوه انتم من المفروض انه كان قبل في الأنظمة القديمة، كانت في التشغيل الجهاز يمر بعدة مراحل اللي كان يسموها ليفل، ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 حتى لل 6، وكل رقم عنده معنى. مثلا الصفر هو إيقاف تشغيل الجهاز، إذا استعملت الرقم 6 ولا 6 معناتها راح تعمل له ريبوت، راح تقوم بإعادة تشغيل. والثالث رقم ثلاثة معناتها ملتي يوزر without graphical interface، راح تدخل في التكست مود. والخمسة هو التكست مود. أوكي، احنا هنا مثلا إذا سيستم CTL get default راح يكون عندك الديفولت تارجت اللي انت حاليا شغال عليه، التارجت اللي انت شغال عليه حاليا، التارجت اللي انت شغال عليه حاليا. هذا التارجت اللي هو الجرافيك، اوكي، يمكن اني نعمل ليست ديبندنسي للجرافيك، تكون عندكم نظرة أحسن. أوكي، graphical target لازم يكون طالع إلا إذا كان multi user target، وتشوف الإضافات اللي قام بها هذه الجرافيك. إحنا وش قلنا؟ قلنا التارجت هو أصلا مجموعة من السيرفيسز، لكن التارجت هو بحد ذاته يكون مربوط بتارجت أصغر منه. اللي مثلا الجرافيك هذا اللي كان معناته في الأنظمة القديمة ليفل 5، هذا ليفل 3. اوكي، واذا شفته راح نقدر نديره مثلا هيك جراب على التارجت ونشوفه، بس ديبندنسي فيما يخص التارجت، ديبندنسي فيما يخص التارجت بس، ما يهمنا. وهنا البيزك
تي تي واي هذه لها علاقة بالكونسول، وهذه لها علاقة بالفايل سيستم. معناتها مستحيل أن إذا حبيت تروح من الجرافيكال للمود تاكس لازم ترجع السيستم من الجرافيكال تارجت للملتي يوزر تارجت الجرافيكال، وهذه باستعمال سيستم CTL set default، وتحط التارجت اللي حاب تدخل فيها، وتشوف هو يمد لك كل التارجت اللي امكانيه. لما تعمل ديف راح تشوفوا مثلا، راح اعطيكم تارجت شويه يبانكم غريب، التارجت اللي هو كنترول الت ديليت، معناتها استعمال ازرار كنترول والت وديليت على تعمل ريبوت لل في هذه الحالة. إذا يمكن أنك تعمل ديزايبل على هذا أوكي، خلينا نشوفه. إذا شفتوا هنا مثلا، شوفوا تارجت هما الليفل اللي كان عندنا قديما، كان ليفل 1 ليفل 3 ليفل 3. الآن أرجع ليفل 5، راح عنده اسم ثاني في الجديد اللي هو هيبرنيت. هيبرنيت ولا كما نعرفوا احنا الجزائريين ميزون في. هذه فيما يخص نوع ثاني في السيستم دي، كنا شفنا السيرفيسز وشفنا التارجت، وفيه نوع ثالث يونيت تيب سوكت. اوكي، والسوكت هنا هو نوع ثاني من اليونت اللي يقوم بالمانجمنت نتاع سيستم CTL، وهو يخص العلاقه بين البروسيس، وهو الكوميونيكيشن انتر بروسيس. الكوميونيكيشن انتر بروسيس ما يهمناش في هذا. فيه نوع ثالث من اليونت اللي هو يا الله target net path، وهذا يستعملوه السيرفيسز اللي عندهم علاقة بالسبول، اللي يتعاملوا مع البول في السيستم، اللي يتعاملوا البول مثلا مثل الطابعات. هذا الكابس هو السيرفيس اللي متكلف بكل ما له علاقة بالطباعة في اليونكس، علاقة في لينكس عفوا. اوكي، هذا شيء ثاني. راح نشوفوا شيء اخر. من المفروض انه عندنا سيستم CTL كذلك نستعملوها علشان تعمل ريبوت، تعمل باور اوف مثلا، تعمل ريبوت، تعمل هالت. وهنا فيه سؤال مطروح يقول لك الفرق بين الهالت والباور اوف، شو الفرق بين الالت والباور اوف؟ اللي عنده إجابة، الفرق بين الالت والباور اوف. الالت هو كوم سي اون ريتيري كابل داليمونتاسيون، والباور اوف هو نحبسوا لي بروسيس بروبرمون. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا مش هدام. لا لا، في النهاية إذا عملت باور أوف ولا عملت هالت، السيستم راح يوقف، متفاهمين عليها. لكن الفرق الكبير هنا هو بعد الإيقاف، لا علاقة له بال لا علاقة بالحدي حكاية تاع force process وذاك. هذه توجدوها في الدوكيومنتيشن، مش دوكيومنتيشن، في الفورمز وعلى الانترنت، لكن
الحقيقة أنه عندها علاقة بشيء ثاني اللي هو بعد الباور أوف مثلا، أوكي، بعد الباور أوف مستحيل، بعد الباور أوف يمكن، ما فهمت إنيتسيس. إنيتسيس هي ريبوت. الفرق بين باور اوف، باور اوف راح تحبس كل شيء، اوكي، ما تقطع عليه الالكتريسيتي، معناتها مستحيل انك تقوم بتشغيل هذا السيرفر على بعد، عن بعد، اوكي، لانه اغلب السيرفرات اللي عندنا يمكن تشغيلها حتى لو كانت اوف عن بعد، اوكي. اذا عملت سيستم ستيال هالت معناتها يمكن انك تشغل الجهاز عن بعد باستعمال الكارت مانجمنت اللي يجي في اغلب السيرفرات، اللي يجي في اغلب السيرفرات. هنا ما نتحدثوش على الجهاز اللي عندكم في مثلا لابتوب ولا ديسكتوب، هادو ما نتكلموش عليهم، نتكلموا على سيرفر. سيرفر عنده خاصية انك بامكانك تقوم بال تشغيله. مراد الويك اونلاين موجودة حتى في الديسكتوب. الويك اونلاين في الانترفاس معناها الانترفاس تبقى شغالة، لا علاقة، هذه شيء ثاني، هذه نستعملوها حتى في الديسكتوب. لكن الهالت والباور اللي عندها علاقة بالسيرفر مانجمنت، أي سيرفر عنده انترفاس خاصة، وهذه الانترفاس يمكن أنك تدخل عليها عن بعد بالأساسيش، وحتى والجهاز مشغل، وتعمل له تشغيل من المانجمنت، اوكي. اذا عملت الهالت راح تكون عندك مثلا الاي لوب في الاتش بي مراد. اذا عملت باور اوف راحت لك هذه الخاصيه، هذا مشكل، لازم تكون عند والاي دراك. الاي دراك محمد بالسي مش بالكيو، اوكي. هذا فيما يخص ملاحظه على الباور اوف. في التارجت كاين تارجت خاص، اللي اذا عملنا سيستم سي تي ال ليست يونت، اوكي، تيب تارجت، وراح نشوفه جروب على ريسك. شوفوا تارجت ستاتيك، وفيه شيء ثاني اللي هو emergency، اوكي. هنا راح نحلوا باب ثاني فيما يخص الفرق بين init وسيستم دي. من مشهور على init انه كان من المفروض انه اذا رحت على level 1، اوكي، level 1 معناتها راح تدخل على السيستم من مود emergency ولا في الريسكيو مود، لكن الغريب في الامر انه كان تدخل من غير اي باسورد، تدخل على الروت مباشره. كانت الطريقه الوحيده للامان هي انك تعمل جراب على، تعمل باسورد على الجراب وما تخلي الناس تتحكم فيه. في الفيرجن الجديد ال7 ولا مع السيستم دي، هذه الحمامه طارت، مستحيل. حتى لو اردت تدخل على المود ريسكيو لازم تروح على
التارجت ريسكيو. ولما تدخل على التارجت ريسكيو هنا يطلب منك الباسورد ولا كلمة السر نتاع الروت، اوكي. وفيه نفس الشيء ايمرجنسي، اوكي، كيف ريسكيو وفيه ايمرجنسي. الفرق بين الريسكيو والايمرجنسي انه اذا حكمنا الايمرجنسي، الايمرجنسي راح تعطيكم اكسس على الاس يو لوجين، ما يسمى بالاس يو لوجين. ما راحش ندخلوا في الديتيلز نتاع اس يو لوجين، هي اول تيرمينال بيجيك على الجهاز. وكذلك تقوم بالانترام اف اس اللي هو الثاني سيستم نقوم بتشغيله، وهنا تحبس الحكاية. معناتها بعد الانيت رمى فاس ما راح يزيد يشوف شيء ثاني، لكن الريسكيو راح يدخل على الاس يو لوجين وكذلك يدير انيشاليزيشن كومبليت، بيزك انيشاليزيشن تاع السيستم، اوكي. خليكم تعرفوا انه الاثنين الريسكيو والمانجمنت هما الريسكيو والامرجنسي هما تارجت لواحد يدخل عليهم اذا كان عندك مشكل في فايل سيستم مثلا، ولا السيستم ما بيشتغل بشكل عادي، كل هذا نستعمل فيه الريسكيو. لكن اذا حبيت تعمل تدخل على السيستم مثلا، حبيت تغير كلمة السر، في هذه الحالة الحكاية تتغير، اوكي. في هذه الحالة الحكاية تتغير لانه هنا لازم تدخل في الجراب. خلينا نشوفوها مع بعض، نخرج من هنا، اوكي، ونروحوا على الكونسول. خلوني اطلع الكونسول ونشوفوها مع بعض. الكونسول حاليا احنا على الكونسول، راح نشوفوها. نعم، نبارطاج على الكونسول. هنا مثلا راني على مباشرة على السيرفر، اوكي. شو بنعمل على السيرفر؟ تشوفوا اني دخلت عادي بالانترفاس، جرافيكال انترفاس. راح اعمل له ريبوت، اوكي، عادي بوت. وقبل ما يعمل البوت هنا تدخل. هذا هو الجراب اللي هو اول سيستم يطلع على لينكس. الثاني اذا حبيت تدخل مود ريسكيو، تارجت ريسكيو، تدخل على الثاني، لكن يطلب منك الروت باسورد. الروت باسورد انا ما عندي الروت باسورد، نسيت الروت باسورد ولا حاب اعمل له رينيشاليزيشن. هذه الحاله ندخل هنا وتعمل ايديت. تشوفوا هنا عاملكم ايديت، بريس ايديت وتروح على لينكس. خذوا بالكم هنايا الكيبورد كوارتي، اوكي، الكيبورد هنا كوارتي، وتروح تعمل ايديت وتروح اخر لاين لينكس، اوكي، اخر لاين. روح من الافضل بالزر اند، اوكي. خلينا نشوفه هنايا، ما كنتش داخل فيه زر اند. وهنايا تشوفوا اني في اخر نو. شو بتعملها انت هنايا؟ الاضافه اللي راح تكون على هذا، تزيد كلمه هنايا اللي هي اردي بريك، اوكي. الاردي بريك هذا شو معناتها؟ معناتها انه السيستم قبل ما يعطي الامر للسيستم دي عشان يبدي تشغيل السيستم يحبس في الانيت ار دي يحبس، اوكي.
وهنا نعمل كنترول اكس. اوكي، وراح يدخل السيستم مباشرة على الروت. خذوا بالكم هذا داخل على انيت راما فاس، هو بسودو سيستم، بسودو سيستم مش السيستم نتاعك. اوكي، السيستم نتاعك اذا عملت ماونت وهو عامل له ماونت على السيس روت، شايفينها هنا في اخر، انا ما عندي الاكسس على هذه اخر لاين. اوكي، واذا شفتوا هنايا هي طالعون ريد اونلي بعد الاكس اف اس، فيه ريد اونلي ار او ار او، هذه معناتها ريد اونلي. اذا حبيت تعمل موديفيكيشن للباسورد اول شيء راح تعمله انك تعمل ماونت ما او ريماونت ريد ورايت، لانه هذا هو السيستم الحقيقي نتاعك على سيستم روت. اوكي، حاليا اذا رجعنا للماونت من جديد راح تشوفوا انه اصبح ريد ورايت. لما تكمل من هذه الان شو راح تدير؟ راح تدخل على السيستم، باش تغير على السيستم تستخدم سي اش روت سيس روت. اذا عملت باش تشوفوا الفرق، اذا عملت سلاش هوم، هنا ما عندي سلاش هوم اصلا، راح ندير سلاش روت على سيس روت ونعمل الاس هوم، راح تشوفوا باللي عندي اليوزرز نتاعي، اليوزرز نتاعي معناتها انا هنا راني في السيستم اللي المفروض نكون فيه، المفروض نكون فيه. خذوا بالكم انه حاليا اس او لينكس راهو ديزيبلد. اوكي، في هذا الليفل اس او لينكس لازم معناتها اي موديفيكيشن راك عملتها اس او لينكس ما عنده علم بها. باش تخلي اس او لينكس يقوم بالريلابل مع مجرد بدء تشغيل الجهاز، يلزم تنشأ فايل في الروت في الراسين وتسميه اوتو ريلابل. اوكي، اوتو ريلابل، وتعمل اكزيت عادي. انا من المفروض ان قبل عملت باس دبليو دي عشان نغير، انا ما عملتها، عملت لكم بس الطريقه اللي لازم، وتعمل اكزيت من الثاني. وهنا راح يخرج من إليت راما فاس ويخرج، وتشوفوا انه عمل ريلابلينج وورنينج اسيلينج تارجت بوليسي ريلابل از ريكيرد، وهنايا راح يعمل ريلابل لكل السيستم، ريلابل لكل السيستم. اوكي، هل في اسئله فيما يخص السيرفيسز؟ هذا كل ما له علاقة بالسيرفيسز، هذا كل ما له علاقة بالسيرفيسز. نتمنى إن شاء الله تكون الشرح كان بسيط. إخواني السودانيين اللي معايا في الـ في الـ في الـ في اللايف، سامحوني على اللغة العربية، نحسن إن شاء الله منها من حصة لحصة، وبارك الله فيكم على الحب.